السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعت جبت حاجة من الصين من موقع بنج جود اسمه الجهاز اللي بيرش ده انا جايبه للشغل مش للبيت، يعني مش للبياض، ده انا جبته عشان ارش بيه وعقم بيه في الايام الصعبة اللي احنا فيها. ده بتاع بياض اساسا ممكن يعني تعمل بيه. طبعا انت زي ما انتوا شايفين الجهاز جاي مفتوح من الجمارك، لذلك اي وقت هتشتري بيها حاجة من الخارج تتأكد جمركه كام وشحنه كام والحاجات ده هيت عشان ما تدفعش فلوس. ده بالنسبة لمصر. بالنسبة لباقي الدول العربية انا معرفش ظروفهم ايه، بس دايما بنتأكد لما انا كعلاء لما بجيب حاجة من بره ببقى على الاقل عارف او متوقع انا هدفع كام جمرك. دي حاجة. الحاجة التانية هو جهاز بسيط جدا هنفتحه ونجربه. انا مش هجربه النهاردة على البوية على اساس ده بتاع الشغل، هبقى اجيب واحد تاني ان شاء الله. ده انا هجربه للتعقيم بالنسبة لي، اما بالنسبة للبوية فالموضوع سهل، هوريكوا حاجة كده بتتعمل ازاي. خلينا نشوف ايه الجهاز ده فيه ايه جوه وبعد كده نجربه مع بعض. زي ما احنا شايفين الجهاز جاي طبعا مفتوح ومحطوط عليه open and resealed by customs، يعني تم فتحه وغلقه مرة اخرى من الجمارك. بس يعني ما علينا، بنفتح الجهاز بنشوف فيه ايه. هو فيه الوش ده هوت، ده اللي بيتعبى فيه المادة، ونفس الحاجة ده يعني عشان ندخل حاجة هنا عشان لو عايزين نصب حاجة، ما بيسموه كوز ولا مش بيسموه ايه، قمح. والجهاز نفسه في ايه تاني جوه، وطبعا الكتالوج زي ما احنا عارفين. طبعا انا هحط لكم الرابط بتاع الحاجات دي كلها تحت عشان تعرفوا بقى السعر والكلام ده، فالرابط هتلاقيه في التفاصيل تحت الفيديو. طب الاخ ده بيركب ازاي؟ بنقفل العبوه. العبوة بتاخد لغاية 800 ملي، يعني ازازة مية كبيرة كده. قفلناها وبعد كده هندخله، هنجيب الجهاز نفسه. ادي الجهاز وبنعمل ايه بنعمل ايه، بنحط دي كده وبنلفها بس كده. خلاص الجهاز ركب وبقى جاهز للاستخدام. خلينا بقى نحط الكحول ونشوف عشان بعد كده ان شاء الله هاخده معايا المكتب تاني. انا دي 600 ملي كحول. زي ما احنا شايفين واخده لغاية هنا بس، وبعد كده هندخل دي كده. بس كده جاهز للاستخدام. طيب خلينا بقى نشوف الموضوع عشان نشرح عليه. هنا في نقطة صغيرة وفي نقطة كبيرة. لو انت عايز الرش يطلع بشكل رفيع بنعمله وبنلفه هنا كده، لو عايزه بشكل عريض هنعمله كده، ودي نفس الحاجة لو عايزينها تفتح كده او تفتح كده بنلفها من هنا، ولو عايزين نعمل ريليس نشيل الحتة اللي قدام دي بنشيلها من هنا. غير كده مش شايف في اي حاجة. انا هبص هرش هنا عشان نشوف الخشب هنا الورقة هتتبل ازاي. خشب. طيب ده بص يعني الانتشار بتاعه حلو قوي واسهل جدا. انا هجيبه طبعا للمكتب وللشركة عندنا لانه في بعض الحالات فانا ممكن ارش بيها. دي حاجة جميلة جدا ان انا اقدر ان انا اشتغل يعني ايه واعقم بيه. خلينا نشوف بقى ممكن جوه العربية بقى ونلعب بيه شوية ونرش كده زي الفل. you
انا جربته زي ما انتوا شفتوا في كذا حاجه. طبعا زي ما بقول ده بتاع بياض، ده هيبقى حلو جدا لما اجيب واحد للبيت للورشه، ان انا برش بيه، ممكن ارش بيه حاجات كتيره بالشكل ده. ولما اجيب ان شاء الله نعمل لكم حلقه تانية. بس انا عجبني عشان اليومين والظروف اللي احنا فيها اليومين دول، ربنا يسلمها على الجميع. لو حد عنده في البيت، حد عنده كورونا، او حد عايز يخلي باله، ده برضو يعني بينشر الكحول اكتر وسهل التنظيف. الموضوع التنظيف يدوبك في دقيقة واحدة بيتفتح ويتنظف، فمفيهوش مشكلة. العيب الوحيد اللي انا شايفه فيه ان هو كان لازم يبقى فيه بطارية، يمكن كان هيبقى اغلى، انما البطارية كانت هتدي لك حرية حركة اكتر بكتير من السلك. غير كده لا، زي الفل يعني، انا شايفه ان جهاز ممتاز وبيشتغل زي الفل. بشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.